السلام عليكم. اي واحد ملي كيشد البار كيحس براسو دار في حياته شي حاجه، كيحسب ليه وصل الهدف ديالو. لكن اخويا اختي راه يلاه بديت في المعقول، ما غاديش ننسى ايامات الاولى في لافاك، ايامات الايكونومي والبيلون والبالونس وزيد وزيد. صراحه كنت باغي نقرا في ليستا، مي دوماج 3 سنين ما كنتقبلش. العام اللي قبلوني في ليستا هو العام فاش شديت الدوك في لافاك، كنت مشطون ما عرفت واش نكمل في لافاك ولا نمشي نبدل وجه ليستا. سمعت في الليسونس ومشيت بدل الطريق، باش تبدل من الاقتصاد وتمشي تقرا البلانات والهندسه راه ماشي شي حاجه سهله. المهم دوزنا ايامات زوينه في ليستا، درنا عشران جداد، كليكه جديده، اساتذه جداد، واخا الحماق والضعف لكن وقت المعقول ما كاين غير الاجتهاد. اخيرا شديت الدبلوم، فرحنا ديال بصح، حسيت براسي وصلت لشي حاجه انا حبيتها وبغيتها من قلب. شهر غوشت 2016 قررت نخرج من مدينتي، نقلب على راسي في مدينة اخرى. الواحد هو اللي يقلب على التحديات في حياته، باش تقلب على خدمة وستاج خصك بزاف ديال الوقت. 3 شهور وانا كندور بين البيروات والمقاولات، واخا غير ستاج حيت القراية علام والخدمة علام، سهل عليا الله بديت ستاج. جاني داكشي في شكل، داكشي كامل اللي قريت بحال شي ابرة وسط قومة قش، لكن الحمد لله صبرت وتقاتلت وتعلمت بزاف ديال الحوايج. فهاد المدة اللي مورا البار تبدلوا بزاف ديال الحوايج، تبدلوا بزاف ديال الناس، وتبدل حتى انا بطبيعة الحال. عرفنا ناس جداد وخسرنا ناس كانوا عزاز، فشلنا ونجحنا، طحنا ونضنا. الحياة كاملها امتحانات وصعوبات، واخا توصل لي وصلتي حسب راسك مازال ما وصلتيش، وكمل وتقاتل توصل لداكشي اللي بغيتي.